المستقبل والعالم صاحب الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، وقلنا هناك آراء مختلفة في معنى الاستهزاء هنا، وكل ما شابه الاستهزاء مما يشتبه بطبائع البشر وصفاتهم كغضب بالله ومكر الله وكيد الله واستهزاء الله وما شابه ذلك. وقدمنا من هذه الآراء رأيين: الأول وهو مذهب السلف أن هذه الكلمات يتوقف عندها ويفوض أمرها إلى الله، ولا نخوض فيها ولسنا مكلفين البحث في معناها، فنعتقد بأن لله غضبا ومكرا وكيدا واستهزاء مما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الرأي الثاني هو رأي من يقول بأن المقصود لازم هذه الكلمات وهو ما يترتب عليها من عقاب ومن مجازاة، وذلك على طريقة ما يسمى في البلاغة المشاكلة. وقد شرحنا المشاكلة وبيناها وضربنا لها عدة أمثلة من القرآن وغير القرآن، ونواصل استعراض بقية الآراء في معنى هذه الآية الكريمة. الرأي الثالث أن استهزاء الله هو إمهاله لهم، بحيث يعتقد المنافقون بأن الله لم يعاقبهم على استهزائه بالمؤمنين وأنه راض عنهم، فإذا اطمأنوا لذلك أصابهم الله بعذاب من عنده، بقتل أو بفضيحة وتعرية مخازيهم. ولا شك أن الفضيحة وكشف المخازي عند الرجل الذي يعتز بنفسه وله كرامة أفظع من القتل، وشبه هذا العمل بأنه كراهية استهزاء، فهو معاقبة لهم بحيث يظنون أن الله راض عنهم وأنهم على حق، ثم يتبين لهم من المحنة التي يصابون بها أن ذلك وهم، وهذا ما يصور هيئة الاستهزاء. وعلى هذا الرأي يكون الفعل المضارع الله يستهزئ به للحال. هناك رأي رابع وعليه كثير من المفسرين، وهو أن هذا الاستهزاء يكون يوم القيامة وليس في الدنيا،
ولا شك أن العقاب يوم القيامة هو أشد نكالا وهو أبقى، ومن أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، لأن عقوبة الدنيا لا تساوي شيئا بجانب عقوبة الآخرة. ولذلك قالوا أن عقوبتهم أو الاستهزاء بهم سيكون في يوم القيامة وهو أشد بطشا وحسرة ونكالا. وعلى هذا الرأي يكون الفعل المضارع يستهزئ للاستقبال، لأن يوم القيامة مستقبل كما هو واضح. وهؤلاء اختلفوا في الكيفية التي يستهزئ بها الله أو من يأمره الله من الملائكة من المنافقين يوم القيامة. فبعضهم قال هذا الاستهزاء هو المفصل في سورة الحديد عند قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالوا هذا هو تفصيل الاستهزاء الذي سيكون للمنافقين يوم القيامة ردا على استهزائه بالمؤمنين في الدنيا. نستعرض باختصار هذه الآيات الكريمة: يوم يقول المنافقون والمنافقات أي يوم القيامة يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على المؤمنين ويجعل نورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويعتقد المنافقون أنهم سيكون مصيرهم مثل مصير المؤمنين. لماذا؟ لأن الله أمهلهم وأجرى عليهم أحكام الإسلام، فكانوا يصلون مع المسلمين ويحضرون مجالسهم ويأكلون معهم ويأخذون من غنائمهم، فاعتقد المنافقون عندما رأوا الكرامة في دار المقامة للمسلمين قالوا نحن سنكون معهم كما كنا في الدنيا، نحن تبعناهم في الدنيا وسيكون مصيرنا كمصيرهم. ولذلك يكون قالوا المؤمنون في المقدمة، يأذن الله لهم بالتقدم نحو جنة النعيم ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويكون المنافقون وراءهم طامعين فأن يلتحقوا بهم. فالمنافقون وراء المؤمنين والمنافقون مغمورون بالظلام ويرون الأنوار الساطعة بين أيدي المؤمنين وبأيديهم وبأيمانهم، فيقولون لهم انظرونا، انظرونا بمعنى انتظرونا، تريثوا لا تتعجلوا حتى نلحق بكم، انظرونا نقتبس من نوركم نأخذ شيئا من نوركم حتى نستضيء به في هذه الظلمة الحالكة. وهذا كل هذا كله طمع، وهذا الطمع عندما يخيب ظنهم واعتقادهم سيكون أشد عليهم حسرة من غير الطمع، لأن الإنسان عندما يطمع
ثم يخيم أمله يكون ذلك أكثر تأثيرا في نفسه. فهم يظنون أنهم سائرون في طريق، وإنما هي مسافة قصيرة تفصل بين الجانبين، ولذلك قال انظرونا. وطبعا الشخص لا يقول انتظرني إلا وهو يعتقد أنه سيلحق بالسابق. انظرونا نقتبس من نوركم، لا تتعجلوا وتريثوا في سيركم حتى نلتحق بكم ونقتبس من هذه الأنوار الساطعة عنكم، لأننا مغمورون بالظلام الدامش. انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. فيقول لهم قيل، قالوا القائلون هنا الملائكة المكلفون سوق المنافقين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والالتماس هو الطلب بالرفق على سبيل التهكم والاستهزاء، وأنا الاستهزاء الشديد اللي هو أشد من الاستهزاء يوم الدنيا. قال هم ليس لهم نور، لكن لزيادة الطمع فيهم والاستهزاء بهم ارجعوا وراءكم وانظروا المكان الذي التمس منه المؤمنون هذا النور، وليس لهم نور اصلا، هم في ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، وذلك لإطماعهم. فضرب بينهم بسور، السور وهو الحاجز بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين، ولا يزال المنافقون طامعين في لحاقهم بأهل الجنة. ضرب بينهم بسور، أي حاجز بين المؤمنين وبين المنافقين. هذا الحاجز باطنه فيه الرحمة، وهو الجانب الذي فيه أهل النعيم، وظاهره أي خارجه فيه العذاب، وهو المنطقة التي يقيم فيها المنافقون. وليس بين الفريقين إلا السور الحاجز بينهما، ولا زال المنافقون طامعين في اللحاق بأهل الجنة، ولا يزالون يتطلعون. أنتم دخلتم من هذا الباب، انظرونا نقتبس من نوركم وقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، قالوا باب واحد دخل منه المؤمنون الصادقون، لكن المنافقين لم يستطيعوا أن يتحركوا. قالوا أنتم دخلتم فانتظرونا حتى ندخل في بعدكم. إذن معنى باطنه فيه الرحمة، أي الجانب الذي فيه المؤمنون الصادقون الذين الله سبحانه وتعالى تكرم عليهم وأحلهم دار المقامة. وباطنه أي خارجه فيه المنافقون تعمهم الظلمة وينتظرون أن يسمح لهم أيضا بالدخول، لأنهم قالوا كما كنا مع المؤمنين في الدنيا والأحكام الإسلام تجري علينا، فأيضا سيكون مصيرنا كمصيرهم. ينادونهم، أي ينادي الكفار المنافقون المسلمين في الجانب الآخر، ألم نكن معكم نصلي صلواتكم ونقف في صفوفكم ونجلس مجالسكم ونأكل أكلكم، وأيضا هناك مصاهرة بيننا وبينكم، أيضا نصوم كما تصومون، أيضا يدعون إلى الجهاد
ولكنهم يعتذرون ويقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم لأنهم يأخذوا بالظاهر. فلا زال ألم نكن معكم؟ ألم نكن مصاحبين لكم؟ ألم نكن مرافقين لكم في الدنيا؟ فكيف تتخلون عنا؟ ينادونهم ألم نكن معكم؟ رد عليهم أهل النعيم في الجانب الذي فيه الرحمة، قالوا بلى بلى. هذه حرف جواب، ويجاب عن الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري هو أداة يتكون من أداة الاستفهام الهمزة ومن أداة نفي، أداة نفي ليس أو لم أو لا، أي أداة نفي. ألم نكن معكم هنا استفهام تقريري، الهمزة في ألم، ولم حرف نفي معروف تزم فعل المضارع. كذلك ألست بربكم، استفهام تقريري، الهمزة وبعدها أداة النفي ليس. قالوا بلى. متى يجاب ببلاء على هذا الاستفهام التقريري؟ وكيف نعرف الاستفهام التقريري؟ واضح، أداة الاستفهام داخلة على أداة نفي. بلى يجاب عليها بإثبات المنفي. ألم نكن معكم؟ المنفي هو المعية. عندما أقول بلى أنتم معنا، عندما تقول لشخص ألست مدرسا؟ قال بلى. ما معنى هذا الجواب؟ معناه أنا مدرس. فالجواب ببلى يفيد إثبات المنفي. ما هو المنفي هنا؟ ألست مدرسا؟ كلمة مدرسا هذا المنفي. فقال بلى أثبت المنفي، أي أنا مدرس. أو ألم تكن مدرسا؟ قال بلى، أي أنا مدرس. على فرق أنه أجاب بنعم. ما الفرق بينهما؟ وهي نقطة مهمة، وكثيرا ما يساء استعمال بلى ونعم، وذلك في الاستفهام التقريري بالذات وعرفناه. فإذا قال قلنا له ألم تكن مدرسا أو ألست مدرسا؟ قال نعم. الإجابة بنعم تفيد الموافقة على المنفي، انتبهوا لها، هناك فرق بينهما. ألست مدرسا؟ نعم، أي لست مدرسا. ألم تكن مدرسا؟ قال نعم، أي لست مدرسا. ولذلك عندما خاتم الله الناس في ظهور آبائهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا. قيل لو قالوا نعم لكفروا، لأن لو قالوا نعم ألست بربكم قالوا نعم، متى لو على افتراض، معناها أنت لست ربنا، وهذا كفر وإشراك. مروي عن ابن عباس، ولا أدري والآن نسيت، أنه قيل لو قيل وأجابوا بنعم لكان ذلك كفرا منهم، لأن نعم معناها الموافقة على النفي، يعني لست ربنا. لكن عندما قالوا بلى، بلى يفيد إثبات المنفي، أي أنت ربنا.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. إذن قالوا ألم نكن معكم؟ ماذا أجابهم المؤمنون في الطرف الآخر؟ بلى، ما عرفنا ثوى القاعدة معنى بلى، أنتم كنتم معنا، المنفي صار مثبتا، ولكن استدركوا، والاستدراك هو نفي، إذا كان ما قبل الاستدراك مثبتا يكون بعدها منفيا أو بالعكس، الاستدراك هو التصحيح، هذا الفهم تصحيح المعية، أنتم مخطئون صحيح، كنتم معنا ولكن ما هي المعية التي كنتم فيها معنا؟ هي معية صورية شكلية فارغة لا قيمة لها، لأنكم كنتم تضمرون الكفر، ودائما الحقائق ليست بصورها، والله لا ينظر إلى صور الخلائق وإنما ينظر إلى قلوبهم، لأن القلب هو محل العقيدة، هو محل اليقين. صحيح كنتم معنا من حيث الشكل والصورة والظاهر، ولكن فتنتم أنفسكم، والفتنة كل ضلال عامة، فتنتم أنفسكم بالافتراء وبالكذب وبالحيلة والمؤامرات والخديعة وبكل الرذائل وكل أنواع الفسوق ارتكبتموها. إذن المعية هذه معية كاذبة وليست معية صادقة، لأنكم فتنتم أنفسكم، هذه واحدة. وتربصتم، ما هو التربص؟ التربص هو انتظار الشيء كالانتظار، وتربص يتربص، يتربص تربصا، فعل هذا متعدي يتعدى إلى المفعول به، يتربصون ويتربصون دوائر السوء والسوء مثلا، ولكن لم يذكر المفعول به، وقد ذكرنا في عدة مرات ومناسبات أن حذف المفعول يؤدي إلى عدة احتمالات، وأن هذه الاحتمالات كلها مقدرة، لأنه لو ذكر المفعول به لتعين، ولكن لما حذف يحتمل كل ما يمكن أن تقدره ويحتمله المقام، وهذا من البلاغة. فماذا يتربصون؟ يتربصون أشياء كثيرة، كل ما يدخل في إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم والفتنة كله تربص. وتربصهم مثلا هزائم المسلمين، لأن المنافقين كانوا يسعون إلى المشركين في مكة وكانوا يحرضونهم على قتال المسلمين، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يأتي المشركون ويهزموا النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. فإذا مما يتربصونه هو هزيمة المسلمين. أيضا يتربصون مثلا انقسام المسلمين، فكانوا يأتون يغرون صدور الأوس والخجر وهم من أهلهم،
ويقولون أن هؤلاء المهاجرون قد جاءوا إلى مدينتنا أو إلى يثرب وقد ضايقونا في معيشتنا وفي أحوالنا، وهؤلاء غرباء وعلينا أن نطردهم. ولكن الأوس والخزرج المسلمين ناس مؤمنون حق الإيمان، فهم كانوا يتربصون وينتظرون أن تحدث فرقة وانقسام في صف المسلمين، هذا من التربص. مثلا كانوا يسعون إلى الأغنياء الذين ينفقون بأموالهم في السراء والضراء ويخوفونهم الفقر، أنتم تنفقون على المسلمين وعلى الفقراء ويأتي يوم من أموالكم هذه تنفد، فيريدون أن هؤلاء ينقسموا ويخرجوا عن صف الإسلام، يعني يتربصون أن يخرج هؤلاء من ربقة الإسلام أو يمتنعون عن مساعدة الفقراء والمساكين، هذا تربص. يأتوا أيضا للمهاجرين والأنصار الذين قتل منهم أبناء، يا خسارة أنتم دفعتم أبناءكم مخيرة شبابكم إلى الموت وهم في عز الشباب وزهرة العمر، أين قلوبكم؟ لو أطاعونا ما قتلوا، يعني حتى عندما يعني بدأوا حتى ينكرون الأجل، لو أطاعونا ما قتلوا لو أن بقروا عندنا رأوا الآن مطمئنين مستريحين بينكم فهي العادة. يريدون أن يتمرد هؤلاء ولا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما كانوا يتربصونه. وهكذا فهم يتربصون كل ما يؤذي المسلمين ويشتت شملهم ويبعثر صفوفهم ويصيبهم بالنقبة والمحن والعياذ بالله. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، والارتياب هذا من شأن المنافقين، دائما هم في شك وفي تردد، كما قال فهم في ريبهم يترددون، في شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وشك في أنفسهم كما وصف الله مذبذبين بين ذلك، لا إلههم لا إلههم ولا إله ولا إله ولا، أحيانا يميلون إلى المسلمين عندما تكون الغلبة لهم، وأحيانا يميلون إلى الكفار والمشركين، هكذا هم في ارتياب وفي اضطراب وفي قلقلة ولا يستقرون على وضع أو على مبدأ. وارتبتم بعدها وغرتكم الأماني، أماني جمع أمنية، وهو ما يريده الإنسان ويتمناه، عندهم أحلام عريضة أماني بأنهم سيصبحون هم ورثة المسلمين على المدينة، وأن المستقبل لهم، وأن سيتمكنون من تنصيب رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على الأوس والخزرج، وأن النصر سيكون لهم، وهكذا من الآمان والأحلام الفاضية والفارغة. وغرتكم الأماني، أيضا من الأماني ما يتبجحون به ويصرحون بذلك، من لا يخرجن العزل منها الأذل، العزل يعني يعتبرون أنفسهم والأذل هم المسلمون، يعني الأحلام فارغة وأماني كاذبة، يريدون وهذا كله من غرور النفس. وغرتكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وغركم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، هناك فرق بين الغرور بفتح الغين وضم الغين. الغرور
بالضم، هذا المصدر غر يغر. الغرور هو ما يغر الشخص اللي متلبس بالغرور ومتصف به، وهو الشيطان أو الهوى أو النفس. فالفرق بينهما الغرور بضم الغين هو المصدر، والغرور هو ما يقوم بالغرور أو الذي يتصف بالغرور، وعادة أن يكون الشيطان الرجيم. فهذا تفسير. فهذه الآيات كلها، وأيضا بعد هذا الطمع سيكونون مآلهم إلى الجحيم. ولا تنفعهم فدية، كما يأتي في الآية الأخرى، هي مولاكم وبئس المصير. وهذا كله استهزاء لهم يوم القيامة، وكل هذا الاستهزاء بعد الطمع حتى يكون المصير أكثر إلاما وأكثر حسرة. هذا على رأي من آراء المفسرين. بعضهم قال بأن الاستهزاء سيكون يوم القيامة، ولكنه رآه بصورة أخرى غير الذي قدمناها والتي جاء تفصيلها في سورة الحديد. قالوا هم في النار، فتجمد هذه النار كما تجمد الإهالة. الإهالة هي الشحم المذاب أو السمن، الدهن. فتجمد، فيفرح المنافقون لأن أصبحت جامدة ممكن السير عليها، فيسيرون. ثم فجأة تذوب هذه الإهالة ويهون في النار والعياذ بالله. قال بعضهم، وهذا يريدون، قال مثل قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آخرون قالوا هم في الجحيم، يفتح لهم باب للجنة فيفرحون ويهرعون إليه ويسارعون ويتسابقون إلى هذا الباب. فإذا وصلوا إليه سد فانقلبوا خاسرين، وهو من الطمع الذي يزيد في الحسرة والعذاب. وهذا قوله ومصداق قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فهذه مجمل التفسيرات أو الآراء التي قيلت في المقصود بقوله تعالى: الله يستهزئ بهم. ثم قال الله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذه الآية معطوفة على ما قبلها: الله يستهزئ بهم، أي جزاؤهم، أن الله سيستهزئ بهم. في إحدى الصور التي قدمناها أيضا: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم، الياء مفتوحة، وهذا يدل على أن الفعل ثلاثي بدأ. وفي بعض الآيات: يمد بضم الياء وكسر الميم، وهذا يعني أن الفعل رباعي أمد. وقد جاء في القرآن مد يمد كرد يرد، وأمد يمد. فأمد الهمزة فيها ليست للتعدية، لأن همزة التعدية هي التي تجعل الثلاثي اللازم متعديا، لكن مد الثلاثي هو متعد بنفسه للمفعول به، في مده وهم بالدليل يمدهم
مد الأرض مدد والأرض مددناها. إذن الهمزة ليست للتعدية بدليل أن الثلاثية هو متعد بنفسه إلى المفعول به، وهذا كثير في لغة العرب، يأتي الثلاثي متعديا ويأتي أيضا الرباعي متعديا، مثلا زي مثلا حزن يحزن وأحزنه، فلا يحزنك عند الروايتين يحزنك ولا يحزنك، من حزن وأحزن، ووعده وأوعده. فكثير من الكلمات سمعه وأسمعه لصقه وألصقه. فإذا أحيانا تكون الهمزة إذا كان الفعل الثلاثي متعديا إلى مفعول واحد، الهمزة تعد فعلا إلى مفعولين فيها تعدية، فمثلا سمع الخبر أو سمع القرآن، عندما تقول أسمعه الشيء فالهمزة زادت مفعولا ثانيا، هي لم تؤسس المفعول الأول، المفعول الأول موجود في الثلاثي. فأحيانا الهمزة تجعل المتعدية إلى مفعول واحد متعديا إلى مفعولين. ولكن ما الفرق بين مد وأمد؟ صارت عدة الآراء في هذه المسألة، بعضهم قال إنهما بمعنى واحد، مده وأمده بمعنى واحد، وبعضهم قال بينهما فرق. ومد وأمد تفيد الزيادة، مد فلانا زاده في شيء ما، وبعضهم قال مد الثلاثي يكون في الشر وأمد يكون في الخير، لكن هذا ينتقض بما جاء في القرآن الكريم، جاءت مد الثلاثي بمقام خير وليس مقام شر، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا والأرض مددناها، هذا في مقام تعدد النعم الله، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن جعلنا الأرض ذلولا وممهدة وفراشا، هذا في مقام تعدد النعم وهذا شيء خير. كيف تقولون أن هذا ثلاثي؟ فأيضا عند قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، هل هذا مقام شر؟ هذا مقام سعة علم الله وأن كلماته لا تنفد ولا تنتهي، ولو كان البحر مدادا وزيد عليه سبعة أبحر أخرى ما نفذت كلمات الله، وهو جاءت بما ماذا يمده يا فتح الياء، مما يدل أن هذا الفعل ثلاثي، وهل هذا مقام شر؟ لا. إذن يعني هذا لا نعتد به هذا القول لأن ينقضهما في القرآن الكريم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أحسن ما قيل أن الثلاثي مده تفيد الزيادة في ذات المفعول في نفسه،
وهو الذي مد الأرض، مد بمعنى زاد، الزيادة في المفعول به وما الأرض هي الأرض المزادة. كيف زيدت؟ بالتوسعة، التمطيط، الانفراد. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، المفعول به هو المنافقون، هم المنافقون وهم ذوات. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده أي البحر نفسه. إذن الزيادة ذات البحر، والبحر ذات محسوس. هذا تفسير طيب وينطبق مع الآيات. قالوا إذا عدي مد بحرف الجر اللام فإن الزيادة تفيد المجرور باللام في حالتين: حالة زيادة العمر أو حالة الإمهال، زي ونمد له من العذاب مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا إمهال، إمهال لهم حتى يأخذهم الله على غرة. أيضا يقال مد الله له في عمره. فإذا مد له إما أن يكون في زيادة العمر، وإما أن يكون في زيادة المهلة، لأن الإمهال هو زيادة المدة. وهذا يطابق ما جاء في القرآن الكريم. أما أمد فتكون الزيادة فيما يحتاج إليه المفعول من أمور، وهذا يطابق ما في القرآن الكريم: أمدكم، وتكون الزيادة مجرورة بالباء. أمدكم بأنعام وبنين، الزيادة اللي دخل عليها الباء، وهي الأنعام والبنين فيما يحتاج إليه المفعول، وليس ذات المفعول زي مد. الفرق بينهم واضح، مد ذات المفعول الزيادة تكون فيه، في أمد ليست الزيادة في ذات المفعول ولكن فيما يتعلق به ويحتاج إليه، وهذا موجود في الآية: أمدكم بأنعام وبنين أتمدونني بمال، نفس الشيء، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، نفس الشيء، أمددناهم زيادة في أي شيء كانت فيما يحتاجون إليه من لحم ومن الفاكهة. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نمد به من مال وبنين تفسير الضمير من، أيضا جاءت الزيادة فيما يحتاجون إليه من مال وبنين. يمددكم ربكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، نفس الشيء، يمددكم زيادة ليست في ذات الأشخاص مفعول به، وإنما ما يحتاجون إليه من أموال وبنين. وهذا التفسير يوافق ما جاء في القرآن الكريم. وقالوا أن أمد لا تستعمل إلا في الخير، وهذا مفهوم من سياق الآيات التي ذكرناها، ولكن نقول هذه قاعدة أغلبية على قراءة، وهي قراءتنا في سورة الأعراف: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نحن نقرأ يمدونهم في الغي، والغي هو الضلال البعيد والغواية، وهذا شر. ولكن
على القراءة الأخرى كقراءة حفص وإخوانهم يمدونهم في الغي عاش، لأن يمدوا أتت في الخير وأتت في الشر كما تبين، لكن على قراءة يمدونهم لا يستقيم هذه، إذن هي أغلبية ليست مضطردة. والفرق بين المضطردة والأغلبية، الشيء المضطرد الذي لا يتخلف، قاعدة مضطردة معناها لا تجد فيها شاذا ولا تتخلف، هذا سؤال مضطرد. الأغلب أكثر الكثير، لا بأس أن عندما تأتي بمناسبة نشرح لأن فيها فائدة طيبة. الأغلب كثرة الكثير، 22 بالنسبة لثلاثة والعشرين أو 24 أغلب، والكثير ما زاد على النصف، هذه قواعد معروفة عند أهل العلم. إن قال والله هذا كثير ما زاد على النصف، 13 بالنسبة لأربعة وعشرين كثير، لا لا نصف واحد، لكن ليست أغلب، الأغلب يكون كثرة الكثير. المضطرد الذي لا يتخلف لا يخرج منه أي شيء. فإذا نقول والله استعمال أمد في الخير غالب أو أغلبي، إلا إذا قرأنا بالقراءة الأخرى وإخوانهم يمدونهم، إيه كلنا تتخلف عنه، كل الآيات القرآنية جاءت بأمد جاءت في الخير. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، جزاهم الله بالهزء منهم، وجزاهم أيضا بأن زادهم في طغيانهم. والطغيان على وزن فعلان، وهو مصدر طغى يطغى طغيا وطغيانا. والمصدر طغيان يأتي للمبالغة والكثرة، فالطغي هذا مصدر الأصل العادي، الطغيان الإفراط في الطغي والمبالغة فيه، الشكران أبلغ من الشكر، والكفران أبلغ من الكفر، والفرقان أبلغ من الفرق، وهكذا، والغفران أكثر من الغفر، وهكذا. فإذا ويمدهم في طغيانهم، أي في إفراطهم في العتو والتجبر والكبرياء والصلف. وأصل طغى يطغى طغيا بمعنى جاوز الحد، أن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ما طغى الماء معناها تجاوز الحد وفاض كل شيء يصل إلى حده ويتجاوزه، يتجاوز الحد المعقول يقال فيه طغى يطغى طغيا وطغيانا. وفيه لغة أخرى طغى يطغو طغوا وطغيانا، فهو إذن يصح أن تكون الألف فيه منقلبة عن ياء، طغى يطغى طغيا زي سعى يسعى سعيا، وممكن أن تكون الألف منقلبة عن واو، طغى يطغو طغوا زي خلا يخلو خلوا. ففيه لغتان واللغتان صحيحتان. كثير من الكلمات الأفعال تأتي على أكثر من باب صرفي واحد، وأحيانا تكون على ثلاثة وعلى اثنين وهكذا. ويمدهم في طغيانهم، يزيد الله سبحانه وتعالى في عتوهم وتجبرهم وطغيان هؤلاء المنافقين الذين تجاوزوا الحد وخرجوا عن الحد المعقول. يعمهون، الفعل عمها، يعمه عمها
فهو عمه وعامه وأعمه. ومعنى يعمهون أي يتحيرون ويترددون، لأن بصيرتهم قد طمست، فعمها تردد وتحير واضطربت نفسه، وهو قريب من عمي. والفرق بينهما أن عمي يعمى عما يستعمل حقيقة ومجازا، يستعمل حقيقة في فقد البصر، عمي يعمى، ويستعمل مجازا في الطمس البعيد العمي على القلوب وعلى البصيرة، فهو يستعمل في المعنى ويستعمل في الحقيقة. أيضا في سورة الحج: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي أوسع وأعم من عمها. أما عمها فلا تستعمل إلا في العمى المعنوي، وهو طمس على البصيرة والعياذ بالله. فبينهما عموم وخصوص. إذن عمها أخص من عمي، وعمي أعم من عمها. وجملة يعمهون في محل نصب حال من الضمير في يمدهم، يمدهم في طغيانهم حالة كونهم في عامه يترددون ويتحيرون ويتخبطون، ونذره ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يتركهم الله سبحانه وتعالى ويزيد في طغيانهم، مترددين متحيرين مضطربين دائما في تردد وفي تشكك وفي عمه والعياذ بالله. قد يقال: كيف ينسب الشيء القبيح إلى الله؟ لأنه ويمدهم، هذا نسب إلى الله، أسند إلى الله الفعل، وهذه قضية معروفة. فالمعتزلة ينكرون أن ينسب القبيح إلى الله، ويتأولون مثل هذه الآيات بعدة تأويلات رد عليها أهل السنة بردود مقحمة. ولكن أهل السنة، لأن الله خالق كل شيء، الله خالق الكفر والإيمان من حيث الإيجاد والإنشاء، ولكن لا يرضى لعباده الكفر. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون نواميس وقوانين وسننا، هذه سنن لابد من اتباعها، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، لابد من السير فيها. من هذه السنن أن الشيء يترتب عن سببه، عن مسببه. فهؤلاء المنافقون والكفار اختاروا بأنفسهم وإرادتهم أن يخرجوا عن زيادة الصواب وعن الاستقامة، رغم الصواعق والنذور والقرآن الذي يتلى عليهم والإرشاد والهداية، لكن ركبوا أنفسهم واختاروا هذا الطريق المعوج الضال. فأيضا أعلنوا صراحة أننا لا نسمع لك أيها الرسول، قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ماذا بعد ذلك؟ في أكنة مقفلة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، في آذاننا صمم، لا نسمع لما تقول. إذن ولا اختاروا خاطر اختاروا لأنفسهم هذا الطريق المظلم، وأيضا كانوا مصرين عليه الأكثر من هذا. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. يا سبحان الله، يعني يطلبون من الله إن كان هذا هو الحق المفروض عند العاقل أو عند ذرة من العقل، أن يقول: اللهم اهدنا إليه. هذا من أبسط الخواعد المتفق عليه بين المؤمن والكافر،
ما دام انك تعتقد في الله، ونقول اذا كان هذا الحق الصواب والمنطق والمعقول ان تقول اللهم اهدنا اليه. لكن تقول والله فامطر علينا حجاره من السماء، هل اكثر من هذا؟ اذن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل عملهم، هم الذين تسببوا بذلك، وختم الله على قلوبهم لانهم ارادوا هذا المصير، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده ولن يخلف نواميسه وقوانينه. أنتم تسببتم في هذا، والسبب يؤدي إلى أسبابه، كل مسبب يؤدي إلى سبب. فإذا الله سبحانه وتعالى لن يظلمهم، ولم يرد لهم إلا الصلاح. وأيضا هو خلق من حيث الإنشاء والتكوين، خلق كل شيء، بدليل أنها لم يدع أي إنسان أنه خلق أو شاهد لم يخلق هذه الأمور. ولهذا دائما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أن يأتي بعد الفاء مثلا أو الزيادة مسببة عن الماضي. لماذا زادهم الله مرضا؟ لأنهم أرادوا أن تكون قلوبهم مريضة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا كانت إزاغة الله مترتبة على زلهم؟ إذن هو قانون، احترموا هذا القانون فنجده بلا يظن لا يظلم ربك أحدا. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك اسم إشارة، واسم إشارة للجمع، والأصل في اسم الإشارة أولئك للقريب، وأولئك يشار به للبعيد، لأن أولئك تدخله الكاف ولا تدخله اللام، مثل لام البعد في ذلك وتلك. فأولئك إشارة إلى كل المنافقين والأوصاف المتقدمة، من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخر الآيات، إنما نحن مستهزئون. فالإشارة لكل الأشخاص الذين تقدمت صفاتهم وأحوالهم في الآيات السابقة. والبعد هنا بعد معنوي، لأن اسم الإشارة للبعيد يشار به إلى البعيد، وليس هذا أمر معنوي من الصفات والأحوال، لأنهم بعيدون في مكان الشر ومتوغلون في طريق الضلالة، حتى كأنهم يعني بعدوا فيه إلى أبعد حد، وصلوا فيه إلى أقصى غاية. أولئك، وأيضا الأصل في اسم الإشارة أن يشار إليه إلى شيء محسوس، إلى شيء موجود، إلى شيء حاضر. إذن لماذا استعمل اسم الإشارة وهم غير موجودين؟ لا، هذا يدل على أنهم في قبائحهم، أن قبائحهم مفضوحة، وأن الله كشف بخازيهم وعر سوآتهم، بحيث أن هذه الأحوال والصفات أصبحت كأنها مشاهدة أمام السامع وأمام القارئ. فإذا هذا يدل على أن هذه الأوصاف المشار إليها أصبحت من الوضوح ومن الكشف ومن البيان، بحيث لا تخفى على أحد، وكأنها ملموسة، وكأنها مشاهدة، وكأنها حاضرة أمامك. وهذا مما يدل على رسوخ هذه الأوصاف في هؤلاء المنافقين، بحيث أنها أصبحت من الوضوح أن كل إنسان
كأنها مشاهدة أمامه، كأنها حاضرة يشاهدها ويلبسها. أولئك مبتدأ، الذين اسم موصول خبره، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وسبق لنا في أولئك وأولئك هم المفلحون، وفي ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم السفهاء. قلنا إن تعريف المسند بأهل الجنسية هو أسلوب من أساليب القصر، ذكرنا ذلك عدة مرات. كذلك هنا، لأن أل في اسم الموصول توازن وتقابل التي للجنس في المسند، ولذلك فأولئك الذين، هذه صيغة من صيغ القصر بتعريف المسند، وهي قصر المسند الذين اسم الموصول الوسيطة على أولئك، أي الموصوفين بالصفات السابقة. نقف عند هذه الآية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.